طيب الدرين، الدرين هي المقصود فيها انه حصل معاك يعني احنا اتفقنا انه حصل تسوس بلا بلا بلا، وصل الكنال بلا بلا بلا، نزل لوين؟ للابيكس صح. الابيكس انتقل للبري ابيكال اريا وتكون عندنا الابسيس او الخراج. الخراج هذا لما يستمر هنا يتكاثر يتكاثر، احيانا بيلاقي له مخرج. عشان ايش؟ زي ما قلت لكم هنا في عظم وفي انامل ودنتين، يعني صعب يحصل له اكسبانشن وسولينج، فيشوف له مخرج. المخرج هذا هو الدرين، تمام؟ فيروح يخرج عن طريق الجلد زي ما شايفين هنا، فقام خرج من هنا، واحيانا يقول لك خرج الخراج هنا. غير كده احيانا يخرج عن طريق الفم، فتح الفم كده زي كده بيخرج، بيحصل عندنا ايش؟ حاجه اسمها ساينس تراك. الساينس تراك او الساينس ترات هي الفراغ او القناه او انا اسميها ايش، اللي هو مش هنا السنه وهنا المخرج صح، المجرى من السنه، تمام؟ هنا السنه مثلا الى المخرج، انا هسميها ايش؟ ساينس تراك، تمام؟ ساينس تراك. طيب خروج الابسس من هنا نسميه ابسس، اوكي؟ تمام. العمليه كامله نسميها درين، اوكي؟ وضحت نقطه اللي هو الدرين والسولينج والابسس. الابسس هو الخراج، الدرين هي عمليه اخراج الابسس عن طريق الساينس تراك، تمام؟ ان شاء الله تكون وضحت. ان شاء الله يكون الصوت واضح. طيب